كيف قلت لكم احتراما الخدمه ديالو، لان يعني راه رئيس دوله. هذاك خوتي المغاربه السلام عليكم. اليوم الاخوان جيت باش نقدم لكم اكبر سلوقيه في العالم. كيف قلت لكم احتراما الخدمه ديالو، لان يعني راه رئيس دوله. هذاك يعني راه رئيس دوله. هذاك رئيس دوله رجل رئيس دوله ياك ما تبون، يعني ماشي اي كان، فما نبغيش الصوره تنتشر يعني في السوشيال ميديا وكذا. بغيش الصوره ديالو تنتشر في المواقع التواصل الاجتماعي وفي الميديا. انتشري عنتي بركه، انتشري عنتي، انتشري ثم انتشري ثم انتشري، راك منتشره. فين ما درنا نلقاوك منتشره. الحجاب وديك الاويلي ويلي ويلي اش دايره في عباد الله، دايره الحاله. فن الاغراء. ولكن هذا غير يعني كان رد بسيط، هذاك الشيء راه رد بسيط. الناس طبعا كنهضر على الناس اللي شافوا ستوري اللي كنت حطيت قبل شي ساعتين وتحذف تقريبا في جوج دقائق. بارك الله وصلى على النبي عليك، حطيتيه وتحذف. تحذف عب وحدو ياك، عب وحدو بلاش حطيتي. ملي تيا تحذف وبغيتي تحذفي علاش حطيتي؟ بغيتي تقول لي مراجلي رئيس دولة وفي الاخر قال لك بركة من الكذوب، اش هاد الكذوب، اش هاد التخربيق. حسنتي وفي الاخر سوبريميتي ولكن لقيتي وصل بارطاج عند المغاربة كاملين. عقوبك السلوكي. الله العظيم لا ابدي تلات بكم ليا، قسما بالله تلات بكم ليا، وغادي تبقاو ضحكة في الاخر. حيت انا ما كنتش يعني كنت كاتباها انا ويا نحطها، ولكن كنت كنتسنى راجلي باش يكونفيرمي ليا. لقيتها فاش عاودت دخلت كاتباها انتيا وياه وتسنيتيه يكونفيرمي لك، ما جاوبكش بارطاجيتيها في الاخر، عيط لك قال لك حيدي داك الشيء، حيدتيه جاويقه واعره. لا هذه سلوقيه، ماشي سلوقيه زعما عاديه، لا دي سلوقيه، دي مقطعه الحبل مقطعه الوراق فهمتيني، ولكن كتعطي الجري قتله. لا تبارك الله وسل علمي، لا سلوقيه مخيره زعما، سلوقيه باقا ميكتها باقا جديده. تبارك الله وسل علمي عليك اودي. سميتك صوفيا؟ اسمي جاي. لقيتها تلاحت بجوج دقائق، مسحتها، لقيت ديجا شغله في واحد الشافه. ف كنت من الناس اللي داروا كابتشر، لان لقيت شي وحدين داروا لها كابتشر وطاقوني فيها، كنت من انا ويحذفوها. انتي لحتيها وشافها 10000 واحد وبغيتي الناس ما تسكرينيهاش، ودابا كطلبي منهم غادي يمسحوها ويسيبريميوها، وفي نظرك غي سيبريميوها ياك. وعلاش دابا كتخرجي كتقولي الراجل راه رئيس الدولة؟ كي دابا شدي على طريق وحده، درك علاش خارجه اصلا؟ كنت خارجه باش تخلقي البوز، تجيب الفلوس. بصحتك انت راه الفلوس تجيبيهم باي طريقه، لا هنيئا لك تبارك الله وسلا عندي. يعني احترام الخصوصية راجلي و مهم. احترام الخصوصية الزوج ديال الاخوان، احترام الخصوصية ديال راجلي. لاش لحاها؟ لاش لحتيها؟ لاش خارجه اصلا انت تقولي لينا هادشي؟ يا قوليش نتوما خليوكم معنا ان شاء الله. دابا نعميو لهم العينين. لا متفق معاك في هاد القضيه اللي قلتي، متفق معاك. لا راه كتعمي العينين، لا كتعمي العينين من داكشي وكتسقي العينين. لا سبحان الله العظيم، العينين ديال المغاربه راه ولاو بحال الجردة، تسقاو ولاو زوينين. ابك تيا لا تبارك الله وسط عنبي كتعرفي تسقي. تبارك الله وسلا عمي، وكتعرفي تعمي. لا عمي مزيان، تعمي مزيان، عميتيهم شحال هذا وباقا ناويه ان شاء الله تعمي العينين مزيان، تعمي مزيان تعمي. اودي هذا العظيم في هاد الانترنيت كله القالب ديالو، كاين اللي القالب ديالو خروجي كلاشي، كاين اللي القالب ديالو خروجي سب وعير من الصمت او لتحت، كاين اللي القالب ديالو خروجي يضحك على عباد الله، كاين اللي القالب ديالو يخرج يبدا يلوز ويبدا يعنق ويبدا يشطح ويبدا يدير داكشي اللي على بالكم واللي كتشوفوا يوميا، كاين اللي القالب ديالو يخرج ينصب، كاين اللي القالب ديالو كله القالب.
اه كله قلب. واحد كيقول واحد المثل المغربي اللي ما عنده قلبه الزمان غالبه. ارضي عليك. لا لا تبارك الله وصل علمي. كاين القوالب، لا الناس كتعرف القوالب وكتصنع القوالب والقوالب جايب الفلوس. اي راه هادشي علاش حيت المغاربه اصلا علاش كيديروا هاد القوالب، ماشي باش كيدخلوا الفلوس، لا كيديروا القوالب لان حنا اصلا كبرنا مع القوالب. اه حيت ملي كتزاد كيجيبوا لك قالب، ملي كيختنوا كيجيبوا لك قالب، ملي كيتزوج يجيبوا لك قالب، ملي تولد يجيبوا لك قالب، ملي تموت يجيبوا لك قالب. وين هادشي كامل قوالب، لان زعما القوالب اللي غاديين بيه حنايا زعما راه اه بحال هادشي اللي دايره معنا الدولة، خدامة معنا الدولة على القوالب. لا ما كاينش القوالب تما القوالب تما القوالب، القوالب هما اللي خدامين مع المغاربة سبحان الله العظيم. وهادي تاهي لاقية القالب ديالها، فهمتيني، وسيرت قولب فينا، وحنايا دايرين بريوسنا باللي حنا مقاولبين معاها وعايشين معاها في هاد القوالب ديالها، حيت القوالب كيجيبوا القوالب. اه الله غالب، أموالين جلالب، جاكم البرد، اتفرجوا في هاد خونا هذا. هاد خونا هذا عرفتي من جا؟ جا من الحج، جا من الحبس، عتجا كون عطا زعما ما كانش خاصو يخرج ولكن عجا جا شريدي كلاشي. هذا كيشعل واحد الكاميرا وبقى يتقابل مع هذا ويتقابل مع ديك ويتقابل مع الاخرى ويتقابل مع هذا، ما يخليه حتى شي حاجه. الشيري كيتقابل ولكن عندو الكلام من داك الشيء، لا كلامو زين زعما القوافي زعما والله العظيم الا العيالات وما يوصلوش لهادشي اللي واصل ليه هو، لا مطور في هادشي ديال الكلام. ايه تحراميات لا تبارك الله وصل علمي ما عندي ما يقول. اه لا الانسان هو اللي يقلب على الكلام جديد. ابيع جافيل، ابيع صاني كروا، ابيع تيد بالعبار، زيدها اعطيها هي اللي تستاهل باباها، هكا نبغيك. برافو عليك لا تبارك الله وصل علبي ما عندي ما نقول، والله العظيم الا عجبتيني فيها هي اللي تستاهل. وجبداتك وظلماتك وهاد الكلاشات اعطي لوالديها الكلاشات، زيدها الكلاشات وياك تسكت من الكلاشات، اعطيها لانها تستاهل. السي تنسيتيهو ثم مالكم درتو الملايين وتفرقعتو؟ داروا الملايين وتفرقعوها يا ثم مالكم درتو الملايين وتفرقعتو؟ كيف الزعمة؟ اعطيهم ولا كانت على المليون ما بدا ندير انايا المليون. وانا باغي نطلع عادي وباغي نطلع بالحلال على رسول الله. نعم الحلال ونعم الحلال، هذا هو الحلال ولا الا فلا. لا تبارك الله وصل علمي عليك، كتعجبني الانسان ملي كيخرج كيبدا يتكلم بالحلال. الحلال تبارك الله على الحلال، حلال واش من حلال؟ ايوا هكا باش عجبتيني هو انك تطلع بالحلال. لا الحلال ما كاين ما احسن من الحلال، هذا هو الحلال تبارك الله على الحلال وصافي. وعباد الله واللهم هذا لمنكر، هاد النصابات جوج نصابات، يا اللهم ان هذا لمنكر نصابات. هاي متفق معاك، هاي اعطيهم تستاهلوا، زيدهم يستاهلوا، عاودهم يستاهلوا. تبارك الله وصل علبي فيك عجبتيني فيهم. والله بغاو يكونوا في الانستغرام، قال لكم الرقم واحد. اش من رقم واحد؟ اش من رقم واحد ولا رقم جوج ولا رقم ثلاثة؟ مالكم النصابات سايرين تكذبوا؟ ها عطيهم راهم لالياتك اللي واخدين الشيوخ الخليجيين تبين السقف تجيبو تكشيطة تنسك تكشيطة. ايه متفق معاك، عطيهم زيدهم، انت اللي كتعرف اسرارهم وانت اللي كتعرف لوالديهم. تبارك الله وصل علمي عليك. وخاتم الديامو ينسك في خاتم الديامو، طنوبيلة تنسك في طنوبيلة، راهم في مربية وراهم في ويلي با ويلي با ويلي مي. جاب لكم الاسرار ديالكم وفرشها لكم في فراشة في الانترنت. يلا شوهكم وعبر عليكم حيت نتوما تستاهلوا. تبارك الله وصلى على النبي على السي فلان شنو سميتو ذكروني، برشلونة، وراهم في المالديف وراهم ما بيدخلهم وما بيخرجهم، الواخده خارجي مزور.
الله هاتي واخده خارجي مزور، ها هو عاقبك، ها هو جابك لاس دوس، ها هو يشوهك. يالله ثم غنصابات وثم عاشوافات، والله العظيم الا زعما عبر عليكم، عبرت عليهم يا خويا، عبرت عليهم. ويلا داك الدل، لا لا عجبتيني في هادي. ولينا الشير ندير، حنا كما الشير ندير، تراني مشيت بعيد. السيد راه اكثر فيا، السيد راه خلاني نكون بحالو، وليت بحالو سبحان الله العظيم. فوتو كوبي من صور زعما مشي، ولي لي عاودي تاني يشكو فيا. ما ديوش عليا يا اخوان، ما ديوش عليا، راه تاثر فيا واثر في المجتمع واثر في الناس، والناس تاثرت فيه، والناس كتدخل عنده وتفرج فيه وتشوف فيه وتكلم عليه وتبارطاجي شعداتهم. والاخوان وات انا في هذه القناه هذه، ما تنساوش تبارطاجيو هذه الحلقه، ما تنساوش تخليو شي كومونتير يكون زوين، ديروا لايك، ديروا ليا لايك وفرقعوا والديها باللايك باش ترى نطلع بالحلال.